بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل القاديانية من الفرق 73؟ لا، القاديانية كفار يا أخي، لا يدخلون في 73، كفار لأنهم أثبتوا نبوة بعد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقاله الكتاب والسنة والإجماع. الجواب: كذبهم، لأننا لا نعتقد أن القاديانيين مسلمون، وإياك إن شاء الله. خملنا جاءنا المدد. وإذا بالسؤال، الظاهر القاديانيين الآن راكبين موجة انتشار الأخذ بأقوال الألباني هناك كما حدثنا صاحبنا هذا، فيريدون الآن ينشروا ضلالهم بالاتكاء عليه، أن الألباني بيقول إذا النصراني دخل في القاديانية صار مسلماً.